إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق عباده وارتضى لهم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأوصى عباده في كتابه بأولادهم خيرا فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، وقال كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاةً ترضى بها عنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعاً مرحومة، واجعل افتراقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقياً ولا محرومة. اللهم بارك لنا في شهر رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأنت راض عنا غير غضبان بكرمك وجودك يا رحيم يا رحمن. اللهم آمين اللهم آمين. أما بعد، ها هي الأيام تمر ونحن اليوم في شهر رجب، وكما قال ابن القيم شهر رجب هو شهر الغرس، يعني شهر الزراعة تزرع الحسنات، وشهر شعبان هو شهر السقي، إنك تسقي الغرس اللي انت زرعته في شهر رجب، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فنحن نزرع في رجب ونسقي زرعنا فين؟ في شعبان لنحصد في رمضان. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل هذه الأيام المباركات أيام خير علينا وعلى أمتنا وعلى العالمين، وأن يحفظ فيها الدماء والأعراض، وأن يؤمن الناس في بلادهم أوطانهم، وأن يرد الناس إلى دينهم ردا جميلا. اللهم آمين يا رب العالمين. غرس العقيدة أو توريث العقيدة، هذا هو حديثنا اليوم يا إخوة، توريث العقيدة في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا، إنك تورث ميراث، تورث الدين وتورث ابنك الرسالة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أكرمك بهذا الدين وأنعم عليك بهذه النعمة، فينبغي عليك أن توريثها لمن كان بعدك، هذا واجب. من الله عليك بالإسلام فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة، ليست هناك نعمة أعظم من الإسلام. ولذلك في تفسير قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك، ما هي النعمة؟ ليست نعمة المصاري، لا، النعمة قال جمهور المفسرين هي الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه؟ نعمتي، يعني الإسلام. فتفسير قول الله وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربك عليك الأولى والأخيرة هي الإسلام. حدث يعني حدث بها غيرك، وحدث يعني ورثها لغيرك، وحدث يعني أعلنها ولا تخفيها، يعني أنت في نعمة. والعرب قديما قالوا كل ذي نعمة محسود، لما واحد يكون عنده مصاري الناس تحسده، لما واحد يكون عنده صحة الناس تحسده، لما واحد يكون بيعرف يتكلم الناس تحسده، لما واحد يكون عنده ذكاء الناس بتحسده، لما واحد يكون مسلم الناس ايه؟ الناس تحسده. والرسول صلى الله عليه هو الذي قال هذا، انهم يعني اهل الكتاب يحسدونكم على ثلاث، بيحسدوك وانت مش في دماغك، إنهم يحسدونكم على ثلاث، على القبلة، القبلة التي هداكم الله إليها وضلوا عنها،
وعلى الجمعة، يوم الجمعة الدين الوحيد اللي فيه يوم جمعة. وانت فكرك الناس بروحوا الكنيسة يوم الأحد؟ بروحوا كم واحد؟ 20 30 50، ده بيبيعوا الكنائس. كم واحد بروح يوم السبت المعبد؟ 10 15. ما هو ده كان معبد يهودي، باعوا ليه؟ ما فيش حد بيصلي. هل وجدتم مسجدا يباع؟ هل وجدتم مسجدا يباع؟ لا، المساجد تشترى والكنائس تباع والأديرة تباع والمساجد تشترى. أنت في نعمة محسود عليها، إمكانياتك المادية أقل وإمكانياتك العددية أقل وإمكانياتك التوسعية أكثر. هذه نعمة أنت فيها. إنهم يحسدونكم على ثلاث: على القبلة، وعلى الجمعة تجمع الكبير لعيد الأسبوعي الذي رزقكم الله به وحرموا منه، وعلى قولكم خلف الإمام آمين. دي خاصة بهذا الدين، فالحمد لله على نعمة الإسلام. أظهر النعمة، حدث بالنعمة، وأول من تحدثهم بالنعمة هم مين؟ هم أولادك، وقبل أولادك ياس نفسك أنت، أنت الأول، أنت اعتني بنفسك. هل بيرسل أول حد هتسأل عنه إيه؟ أنت. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. توريث العقيدة، لماذا يا إخوة أقول هذا؟ لأنني أرى من خلال احتكاكي وأدور بين الجاليات المسلمة وأتابع أحوالها في أمريكا في هذا البلد، وهذا دورنا جميعا، أرى أن هناك موجة إلحاد، موجة إلحاد، إلحاد يعني لا إله، موجة إلحاد عنيفة تضرب العالم كله. مش موضوع تنصير ولا موضوع تهويد، لا، موجة إلحاد. إلحاد يعني لا إله، لا إله، فيش إله خالص. فهي تستنكر اليهودية والمسيحية ومن قبلهم الإسلام، فيش إله. وهذه تعصف بالشباب، بالعكس الشباب الآن بعضهم ينظر إلى المتدين سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما على إنه إنسان، يقول لك ده ريسست، ريسست، ده عرقي، عنصري، إيه الدين يعني، تخليك كده فري. وبيسموا نفسهم هم الناس اللي عندهم الايه الحداثه ومسايرين للتحدث والتمدن والموضه، هم الفاشنبل، فاشنبل. يقول لك انت لما تتمسك بالدين ده غلط، لما تطلع تبقى فري كده يبقى انت ايه، يبقى انت مسير للحداثه ومسير للموضه. هذه اشكاليه كبيره، هذه الموجه العاتيه، موجه الالحاد. انا عندي سؤال، من يتصدى لها؟ احنا عاوزين نتعاون مع بعض، احنا مش طلبه في مدرسه. من يتصدى لها؟ هل يتصدى لها من قال إن الله ثالث ثلاثة؟ هو نفسه مش مشغول بالموضوع. من قال إن الله ثالث ثلاثة لا يشغل الموضوع أصلا، ومن قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ما يشغلهم الإلحاد، ولكن من قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه إيه؟ هذه قضيتهم. وأنتم من قلتموها، قلتم ربنا الله واستقمتم عليها، لله الفضل والمنة. فنحمل هذه الرسالة يا إخوة، رسالة ايه؟ توريث العقيدة في أبنائنا، حدثنا أبنائنا لا يكرهها في الدين، لكن نورث العقيدة داخل الأبناء. يا راجل، سيدنا لقمان وكان عبدا صالحا وحكيما في زمانه، بماذا وصى ولده في سورة لقمان؟ مش احنا نقرأ القرآن يا إخوة؟ تقرأ القرآن ده ليه يعني؟ كتاب أنزلناه إليك، واي، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ماذا قال لقمان لابنه؟ أول شيء قاله لقمان لابنه، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. الولد مسلم وأبوه رجل صالح، بدا بعض العلماء قالوا لقمان كان نبي، يعني بعضهم قال نبي، وإن كان وكان رجل صالح يعني، ومع هذا يوصي ابنه به: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أكبر مشكلة إن أنت تشرك بالله، يبقى حبط كل شيء، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قضية أنك تتورث، مش مجرد أنت بتصلي، واحد يجي يصلي وابنه ما بيصلي، واحد بيروح يعمل الحج والعمرة وابنه مش يعني he doesn't care، مش في دماغه الموضوع أصلا. واي، إزاي أنت كيف تصلي وأولادك وبيتك مش مشغول؟ كيف تستقر العقيدة في نفسك وأولادك العقيدة عندهم مشوشة وعندهم يعني كده confusion؟ من ما ينفعش، ما ينفعش. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول: يا بني، شوف يا سلام يربطوا بالدين إزاي، يا بني، إخواننا دي رسالة والله،
إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، شيء صغير دخل صخرة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذه قضايا عقدية مصيرية هامة، توريث العقيدة. إذا كنا جئنا إلى هذه البلاد، هذه الأمواج الواسعة وهذه البحار صاحبة الأفكار المنفتحة، هذا المحيط المتلاطم أمريكا، فعلى الأقل أن نعطي أولادنا طوق النجاة. يا أخي مش مشكلة أنك دخلت البحر، الموج عالي والموجة عاتية لا تستطيع أن تتصدى لها وحدك، فأنت تحتاج إلى المدرسة وتحتاج إلى الإمام وتحتاج إلى المسجد وتحتاج إلى الكوميونيتي، كل الكوميونيتي مع بعض ونعمل سبورت البعض، كل هذا عشان تدفع هذه الموجة من الإلحاد. إذا كنا دخلنا هذا البلد واستعمرناه وعشنا فيه واستقرينا فيه، فيجب علينا أن نعطي أولادنا طوق النجاة. وطوق النجاة هو الدين، هو ليه؟ هو الدين، هو الإسلام اللي يحفظ ابنك وصون ابنك مهما كانت الأمواج عالية، لكن أنت بتحافظ على ابنك. لكن تترك ابنك كده بلا سلاح يدافع به عن نفسه، بلا سترة الأمان وهو داخل المحيط، بلا قارب نجاة هو صاحب بحر متلاطم الأمواج، لا يا إخوة، ما هكذا. تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. عارف اللي نفسه يعمل حاجات كتير وبيخدش أي أكشن، هو قاعد كده بيتمنى نفسه ربنا يخلي أولاده حلوين وما بيعملش حاجة، ما ينفعش. تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، امشي اتحرك ادخلوا عليهم الباب. إن السفينة لا تجري على اليبس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. فخليك كده، خليك على طول كده رمايند، افتكر ذكر نفسك. توريث العقيدة وتوريث الرسالة، لا توريث شيء آخر. احنا نقول لأولادنا وكلنا يتمنى، ينبغي أن تكون طبيبا، ينبغي أن تكون أستاذا، ينبغي أن تكون قاضيا. وأنا خطبت خطبة على التلاحم في المجتمع، وهذا واجب، وإحنا عاوزين محتاجين نعمل كده ونؤثر داخل المجتمع. خطبة ارجعوا لها، قلت ماذا قدم المسلمون للعالم، محتاجين نقدم خبراء وأساتذة وعلماء ومتخصصين، صحيح. لكن عندما تقول لابنك كن طبيبا، كن معلما، كن قاضيا، كن أستاذا، لا تنسى أن تقول له قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك، كن مسلما، كن مسلما، كن مسلما. لأنه إن كان طبيبا ولم يكن مصليا فما قيمته؟ هل هذا سينفع الإسلام؟ لا حيضر الإسلام. إن كان عالما جيولوجيا أو عالما في الفلك ولا يصلي ولا يدين بالإسلام، ماذا يقدم للدين؟ خلاص هو تحرر. إن كان مهندسا ناجحا وأخذ موجة الإلحاد فألحد، هل سيدعو لك بعد موتك؟ لا تخاف على أولادك من قلة المال، لا تخاف على أولادك من قلة المال. ففي العالم كله الناس مرزوقون، وفي هذا البلد على سبيل الخصوص الكل بيأكل ويشرب أكثر من غيره، فالخير كثير. الله تبارك وتعالى تكفل. أحسن يكون عندك يعني شك كده وتقول الشيخ بقول كلام نظري، لا يا أخويا، مش نظري، ده كلام علمي وكلام قرآني. قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، أي كل ما يدب، إلا على الله رزقها ويعلم. يعلم إيه؟ ما أنت ناعي هم الولد هيسكن فين. طب ما فيش بيت، وهنا مشكلة البيوت غالية والرنت غالي، ونشترينا دخلنا مش عارف إيه. ويعلم مستقرها، ربنا عارف ابنك لما يتخرج حيخلص إيه واشتغل إيه وحيسكن فين. يا أخي وأنت فكر نفسك أنت بتعمل إيه، أنت عامل نفسك هدك وكأن أنت لست رزاقا. هل تذكرون المرأة الصالحة عندما مات زوجها؟ لأخواتي اسمعوا، لما مات الزوج والمرأة جاء النسوة يعزينها، البقاء لله وربنا يغفر له وما علش مش حننسوكي والمسجد حيدفع لك واللايف انشورنس يعني، فقالت لهم: ويحكم، يعني ما عنديش مشكلة، ويحكم، لقد علمت زوجي أكالا. زوجي كان بيأكل وبيأكل عياله ولم أعلمه رزاقا.
لقد علمت زوجي أكالا. والله العظيم كلكم تاكلوا، انت بترزق ليه؟ طب نام في البيت يا اخوي، لا موت وبعد ما تموت حموت العيال. لقد علمت زوجي أكالا ولم أعلمه رزاقا، فإذا مات الأكال بقي ليه؟ بقي الرزاق، والرزاق حي لا يموت. إن الله هو الرزاق، لم يقل هو الرازق. عارف ليه؟ لأن الرازق يرزق مرة وينسى التانية. قال إن الله هو الرزاق، الرزاق يعني إيه؟ مستمر، عارف برزق كونتينيو، شغال، شغال، رزاق رزاق. كم من أناس كانوا يتامى فلما مات عائلهم ازدادوا غنى، أليس كذلك؟ والناس عندنا يقول لك الله يرحمه خد الفقر معاه بركة، مات من هنا وربنا فتح ليه؟ فتح الأبواب. ما كانش رزاق والله، كان بيأكل معاهم وعملهم، وبعد ربنا أكرمهم من بعده. فلا تخشى عليهم طعاما أو شرابا، بس ورث لهم الإيه؟ العقيدة، ورث لهم الدين، ورث لهم الدين، ورث لهم الرسالة والإيمان والتوحيد، هو ده اللي يبقى. يبقى وولد صالح إيه؟ يدعو له. ولد صالح يدعي لك، فأنت كده في قبرك الولد يصلي، الحسنات توصلك، الولد يدعو إلى الدين، الحسنات توصلك، أنت علمته وربيته وغرست له الدين. عارفين يا إخوة، أنا مش عاوزك أن أنت تبقى محاضر وتدرس كتب الفقه عشان تكلم أولادك عن العقيدة. هنديك مثال بسيط بسيط جدا. احنا عندنا إخوة في المسجد في كل مكان بيحبوا الرياضة، هو بيحب الرياضة وبتاعه يعمل مسلز، أولاده مثله، أولاده كلهم بيحبوا الرياضة. عندنا ناس بيحبوا السباحة، أولاده مثله بيحبوا السباحة. عندنا ناس بيحبوا الدراسة والبحث العلمي والتقدم، هو أستاذ دكتور، أولاده كلهم دكاترة متفوقين علميا. عارف ليه؟ الطبع بالتطبع، عارف بيسموها العدوى. أنا بحب، أنا شيخ، تلاقي ابني اوتوماتيكلي كده يطلع في الصلاة والشيخ والمشيخة والشغلانة دي. التاني مهندس، تلاقي العيال يحبوا الهندسة، واحد بحب الرياضة، عيال يحبوا الرياضة، واحد بيزنس مان، عياله تلاقيهم شاطرين ويعرفوا يكسبوا، هو كده. واحد مسلم، عياله يحبوا الإسلام. واحد بحب الدين، أولاده يحبوا الدين. ها؟ التطبع والتعلم، إن الخلق بالتخلق والعلم بالتعلم والدين بالتدين. الدين بالتدين. إيش معنى أنت لما بتحب الرياضة علمت ابنك الرياضة؟ معنى إخوة ما شاء الله عليه وبطولات ودخلوا هنا، وبيحب السباحة عياله يخشوا السباحة، وانت مش بتحب الدين؟ ولا الدين ده علمونا زمان في بلادنا الدين لا يضاف للمجموع، الدين لا يضاف للمجموع. يعني انت جبت فيه يعني حتى 100% ما فيش مشاكل، وجبت اقل ما بيضافش للمجموع، ملوش قيمة، ملوش قيمة. ده في بلاد الاسلام الدين ملوش قيمة، عشان كده رجعنا ورا، رجعنا ورا وتخلفنا. عاوزين نعمل استيقاظ للأمة من جديد يا إخوة، والله العظيم عاوزين نعمل استيقاظ جديد. فخلوا أولادنا زي ما احنا حببناهم في الكرة وحببناهم في الرياضة، وهذا جيد وهذا ممتاز وهذا رائع، وحببناهم في السياسة، عاوز ابنه بحب السياسة، أي حد بيقرأ تلاقي أولاده بيقرأوا، حبوا القراءة والتطلعوا كده عندهم ما شاء الله. واللي يحب الدين أولاده يحبوا الدين، خلي أولادك يحبوا الدين. دي رسالة الخطبة، دي صعبة. أولادك يحبوا الدين إزاي؟ كلمهم عن الدين كويس، أعلمهم أنك تحب الدين. يا راجل أنت لما تقيم الصلاة كده في بيتك الله أكبر، وتصلي وزوجتك بجوارك، هذا توريث للعقيد، توريث للحب والرومانسية الدينية والاستقرار الأمني والعاطفي داخل البيت والرسالة كله مع بعضه. لما تحفظ ابنك سورة من القرآن، قلت لكم سابقا واحد والله أقسم لي بالله بدي على أبوه، قال منه لله، قلت له لماذا؟ قال علمني البزنس، في أي حيث نجيب مصاري، ولم يحفظني قل هو الله أحد. قلت له بس يا أخي حرام عليك ما تدعش عليه مسكين، استعن بالله واحفظ لك أنت كم سورة. قال ما حفظني قل هو الله أحد. فهذه رسالة خطيرة يا إخوة، أرجو الاهتمام بها. إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما انتقل من بلاد الشام وذهب إلى شبه الجزيرة العربية، أسأل الله أن يحفظ بلاد الإسلام جميعا، ذهب هناك ليورث الدين ويورث الرسالة، وهو نبي، بل هو من أولي العزم من الرسل، بل هو أبو الأنبياء. إبراهيم أبو الإيه؟ الأنبياء. هو أبو إسماعيل، ومن إسماعيل خرج محمد، هو أبو إسحاق، ومن إسحاق خرج يعقوب، ومن يعقوب كل الأنبياء بعد كده طلعوا. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم من نسل إبراهيم، عشان كده ربنا قال ملة أبيكم إيه؟
إبراهيم أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام النبي المرسل يبني الكعبة ويسأل الله الدين والعقيدة لأولاده ولنفسه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن إيه؟ ومن ذريتنا. ده انت بتهتم مش بنفسك واولادك بس، بنفسك واولادك وايه واولادهم. اولادهم طبعا. ما هو انت عندما تورث الرسالة جيدا لاولادك سيورثونها لمن بعدهم، وهكذا عملت ايه التطبع كما قلت لك. فابراهيم عليه السلام يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، عرفنا ديننا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إبراهيم يدعو لأبناء أبناء أبنائه من بعده، ربنا وابعث فيهم. كأن إبراهيم مشغول بالسكن جنريشن والثيرد والفورث وكل جنريشن اللي جاي إبراهيم مشغول بيه. مش واحد شغلته يأكل ويشرب وينام، مش واحد شغلته أنه عايز يجيب لهم الرنت والبلز وخلاص، لأ. ربنا وابعث فيهم. عارفين فيهم اللي هو مين؟ اللي هو احنا. اتدرون متى استجيبت دعوة ابراهيم؟ حتى على الماشي كده، مش ابراهيم دعا ربنا وابعث فيهم رسولا اللي هو مين؟ اللي هو محمد، صلوا عليه، اللي هو محمد. متى جاء محمد بعد دعوة ابراهيم؟ 1600 سنة من ابراهيم الى عيسى، 1000 سنة، ومن عيسى الى محمد 600، 1600 سنة، 16 قرن. إبراهيم كان مشغول بالذرية في المستقبل 16 قرن، 16 قرن، 1600 سنة، إحنا مش مشغولين بها 16 سنة، خلاص. إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فقل على الدنيا السلام. هو اللي يشغله زي ما قلت لكم سابقا، عاوز يشتري شقة في اسكندرية، وعاوز يعرف يجيب مش عارف بيت في دمشق، والتالت عاوز يجيب بيت في جدة، والآخر في باكستان. لن تسكنه ولن تدخله، وحتموت وحيورسوك الناس هناك، وخليك انت كده مش لا 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 لا، ليس هذا دورك. دورك توريث العقيدة وتثبيت الرسالة. يا إخوة لنكن صرحاء أكثر، ها؟ يلا كده نخلي بلاش نحن، خلينا واقعين شوية كده. نحن نورث أبناءنا في هذا البلد عادات البلاد لا عادات الإسلام. نحن نورث أبناءنا في هذا البلد عادات بلادنا ومجتمعاتنا لا عادات الإسلام. فتلاقي كل واحد حتى في الأطعمة، تلاقي لو الباكستاني يحب يأكل البرياني فود والسبايسي ومش وأولادهم يبقوا كده، وعاوز أولاده يأكل سبايسي، مش هيبقى باكستاني غير لما يأكل سبايسي. والمصريين لو ما أكلش محشي ده ما يبقاش مسلم، حتى مش مصري كمان، مش كده. وخش على الشام بقى المنسف والمقلوبة والمعدولة، دي احنا دي طبائعنا. حبيب قلبي ربنا يبارك لك، هو ده مش دين وده مش حرام، انت كده بتورثهم الايه؟ العادات، ها؟ والتقاليد. كل واحد، العربي عاوز ابنه يلبس الثياب العربي ويحط الحطة العربية، والشامي عاوز ابنه يتعلم الدبكة، عارف الدبكة؟ الواد ما تعلمش الدبكة يبقى كده لازم يعلمه الدبكة، يا عم علم. ومن يعلم الناس الدين؟ ومن يورث أبنائنا الدين يا راجل؟ الدين يا إخوة، يا شباب، يا النساء والكل، الدين محتاج حد يورثه لهم، يورثهم الرسالة. إبراهيم عليه السلام عندما انتقل من بلاد الشام، وكان في فلسطين، بلاد الشام عندنا اللي هي إيه؟ سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، ربنا يوحد صفنا جميعا يا رب، دي بلاد الشام. إبراهيم لما خرج من الخليل، عشان كده سميت الخليل، من فلسطين وراح لبلاد الشام، انتقل من بلد إلى بلد، ماذا ورث أولاده؟ راح في بلاد الحجاز يورثهم المنسف وال لا من ماذا فعل إبراهيم؟ لا، تعالوا اسمع الكلام ربنا سبحانه وتعالى. ماذا وصى إبراهيم بنيه في الحجاز؟ اسمع. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وصاهم بإيه؟ بها دي الضمير ده رايح فين؟ رايح على عقيدة، على الدين، على الرسالة. اسمع. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، نعم، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بكلم أنبياء يا ناس، إبراهيم بكلم أنبياء وخايف عليهم من الإلحاد.
مش انت اولادك بيسبحوا في وسط الملحدين كل يوم وانت مش واخد بالك، مشغول بعادات وتقاليد وشكليات. ولما نقول يا مسلمين نتكاتف، يا مسلمين نتعاون، جسد واحد، أمة واحدة، عادات واحدة، تقاليد واحدة، رسالة إسلام، بننشغل وكل واحد رايح في زاوية، وده عاوز يلبس اللبس كذا ويأكل الأكل كذا. لا، دين، رسالة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما إبراهيم عمل كده، الله تبارك وتعالى لم يخيب أمله ولم يخيب تعبه ولم يقطع رجاءه، فجاء حفيده ابن ابنه اللي هو يعقوب من بعده ووصى أبنائه بنفس الايه؟ بنفس الوصية. اسمع القرآن بعد ما تصلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، جمع أولاده يعقوب، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. تعبدوا مين يا أولاد؟ ما أنت حتموت يا أخي، ربنا يديك طول العمر وحسن العمل وحسن الختمة. أولادك هيعبدوا مين بعد منك؟ ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. الله الله الله، وعرفوا منين إن كانوا آباءهم مسلمين وأنبياء؟ هو حكى لهم، حكى لهم عن الدين وعن الرسالة، ورثهم العقيدة، مش المأكل والمشرب والشكليات والألوان، ورثهم العقيدة. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إلها واحدا ونحن له مسلمون. ده دورك أخوي الحبيب، وده دوري والله، إن أنت تغرس العقيدة وتورثها صح لأبنائك، وتحدث بهذه النعمة، نعمة الدين ونعمة الرسالة ونعمة الإسلام التي من الله عليك وأعطاك إياها. العمر سرعان ما ينتهي، ما عندكش لسه مور تايم إن أنت تزبط في المستقبل. خلص نفسك الآن، ورس الدين الآن، ورس العقيدة الآن. يا ترى فضل لك كم يوم ولا كم شهر ولا كم سنة؟ هيئ نفسك الآن قبل أن يضيع منك الوقت، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وبعد، يا إخوة، كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، والنبي علمنا أن خير الكلام ما قل وإيه؟ ما قل ودل. فلا أريد أن أكثر في هذه الكلمات، لكن أريد أن تصل هذه الفكرة، والفكرة عندما تصل نتحرك بها بالفعل، مش كلمات بعد الخطبة. والله الله يخلف عليك يا شيخ، والله بصراحة الشيخ تكلم في موضوع حيوي، موضوع مهم، الشيخ ده شيخ عصري، وبعد العصري وبعد المهم، ايه الخطوة؟ ايه اللي هو الرياكشن بقى؟ هنعمل ايه بعدها؟ ردة فعلنا ايه بعد ما سمعنا الكلام ده يا اخواننا؟ نتكاتف مع بعض. ولذلك لازم من مقترحات كثيرة. عارفين لما يكون في سفينة داخل بحر خضم، والسفينة دي تعرضت للغرق، ليس الدور دور القبطان فقط، لا، ده الكل شركاء في ايه؟ في نجاة السفينة. لأن عندما تغرق السفينة لن يغرق القبطان، ولن يغرق أصحاب الدور الأول ولا أصحاب الدور الثاني، كله ايه؟ كله حيغرق. النبي صلوا عليه قال هذا الكلام، اللهم صل عليه، قال: مثل القائم على حدود الله. الناس، في ناس بتحافظ على أولادها وكويسين، وفي ناس مضيعة، ربنا يحفظ الجميع. مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها، اللي مضيع نفسه ونسي نفسه، كمثل قوم استهموا، يعني ركبوا سفينة، استهموا يعني عملوا قرعة، جماعة فوق جماعة تحت، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم إيه؟ أسفلها. فكان الذين في أسفلها، الجماعة اللي في الطابق الأسفل، لما يحبوا يجيبوا مية يصعدون إلى الطابق الأعلى، ويجيبوا عزكم الله الدلو، الدلو الكبير كده زي سيدنا يوسف كده، فأدلى دلوه
ويرموا حبل من الدور الثاني كبير ويجيبوا ايه ميه من البحر، ثم يرفعون الحبال ويمروا على الدور الثاني، فبيتأذى اصحاب الدور الثاني، رايح فين يا اخينا، ده طالع ده بيجيب ميه وده عمل كذا، فعملوا مشكله. فقال الذين في اسفلها ولما هذه المشكله، طالعين نازلين طالعين نازلين والميه اصلا تحتنا، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، نفتح فتحة صغيرة مش كبيرة، مش هنقص على فتحة صغيرة بس، ولم نؤذي من فوقنا، نشرب ولما نخلص ايه سدها تاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما فعلوا، لو الناس اللي ساكنين الطابق الثاني قالوا لأصحاب الطابق الأول براحتكم اكسروا السفينة هتغرقوا والله ما حننجيكم، فلو تركوهم وما فعلوا ليه لهلكوا اللي هم تحت، وهلكوا جميعا، صح ولا لا؟ لما يغرق الدور الأول الدور الثاني هيروح فين يعني، حيطير ما حينزل معاه. فلو تركوهم وما فعلوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يا أصحاب السفينة، يا أصحاب السفينة، السفينة لا يقودها إمام ولا تقودها إدارة ولا يقودها 10 أئمة ولا 100 إمام، السفينة محتاجة الكل يشارك في إنجائها لأنها الآن تضطرب، السفينة مضطربة في بحر خضم متلاطم، عاوزة مساعدات وعاوزة أفكار وعاوزة مشاركات وعاوزة إيجابية وعاوزة تلاحم، مش محنة شديدة ونحن متشرذمون وكل واحد في مكان، نحن الآن في خندق واحد وفي بوتقة واحدة وفي قالب واحد، إما أن ننجو جميعا، نسأل الله لي ولكم هذا، وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة إخوة. فورثوا العقيدة لأبنائكم وبناتكم، حببوهم في الدين وحببوهم في الإسلام وفي الرسالة، واغرسوا العقيدة حتى بعد موتك يمتد عمرك، بعد موتك ابنتك تتزوج وتصلي وزوجها يصلي وأولادها يصلون وكل في ميزان حسناتك، حتى بعد موتك ابنك يتزوج واحدة مسلمة ويخلف أولاد مسلمين ويدعي لك، ومن غير ما يدعي لك الحسنات شغالة عداد، هي دي بس صدقة الجارية، هو ده اللي احنا عاوزينه، يطلع ابنك زي ما يكون، فليأكل ابنك ما شاء، مش لازم يأكل الأكل بتاعنا، وليلبس ابنك ما شاء، ولكن لباس التقوى ذلك خير. ما يشغلني أي لغة ابنك يتكلم، ما يشغلني، فالله قد قال في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. احنا عاوزين نعلم أولادنا اللغة العربية، ده كويس وده دين، لكن الأمريكان اللي اتولدوا أمريكان يعملوا يعني الإنجليزي ده مش حيمشي معاهم يعني، ده مش حيدخلوا الجنة غير باللغة الطيبة المباركة دي، لغتهم اللي بتكلموها. وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قوم، ما تزعلش لو ابنك ما تكلمش عربي، اجتهد انه يتعلم الدين، لكن فليأكل ابنك ما شاء، ايش قضية مش قضية أكل، المهم يكون حلال. فهمني غلط بقى، يطلعوا بعد الصلاة يكتبوا الحاجات اللي بتحصل. فليأكل ابنك ما شاء، وليلبس ابنك ما شاء، وليتحدث أي لغة كانت، وليعمل أي حرفة كانت، لكن يتفوق في حياته وتورث له العقيدة والدين، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سوف يسألك عنه يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. وبالمناسبة احنا عندنا غدا إن شاء الله رب العالمين السبت الأول من كل شهر كما تعودنا تمور إن شاء الله رب العالمين، هو يعني إبريل فرست، عندنا كوميونيتي داي أو تجمع الجالية أو الليلة الإيمانية، سماها زي ما تسميها، نجتمع الرجال والأطفال والشباب والبنات ونعرف المسلمين ونأكل ونشرب ونسعد. أخواننا في المسجد بيقوموا بالواجب على أكمل وجه، جزاهم الله خيرا، والناس حلو كويس جدا، احضر بس يا عم، مش عايزينك من حاجة خالص، تحضر شوف المسلمين وشوفوك المسلمين، لا تنعزل عن الناس، لا تنعزل عن... كن إيجابيا، كن عضوا في هذه القافلة، أنت في السفينة، ما تنزلش من سفينة نوح، دي سفينة نوح من ركبها نجا ومن قفز منها ضل. هذه رسالة أنا أورثكم إياها وأخرجها من عنقي، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لو جه حد قدام ربنا وقال له: يا رب ما عرفتش، لا ما ربنا حيسألني، ما أنا في المكان ده ربنا حيسألني وحيسألك سؤال، بس سؤالي أكبر منك شوي، سؤالي أصعب عشان كل الموجودين دول في عنقي، إن أنا أبلغ الرسالة وها أنا أبلغها، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. دي رسالة إخوة نتعاون فيها مع بعض إن شاء الله رب العالمين. أخيرا معنا إخوة أفاضل من مسجد جديد ينشئون مسجدا، ونحن صحيح أثقلنا عليكم لكن كلها لله تبارك وتعالى، والإخوة معانا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فبالله عليكم بقدر استطاعتكم اجعلوها صدقة جارية. مسجد جديد بينشأ أعتقد في داون تاون باترسون، يعني في داون تاون باترسون
أو في المنطقة هناك يعني في منطقة جديدة فيها مسلمين كثيرين جدا جدا وما فيهاش مساجد إطلاقا، والإخوة ربنا يبارك فيهم يعني اشتروا المكان وبدأوا هيئوا فيه وعاوزين شوية تظبيطات وإصلاحات حتى يعني إيه يكملوا بقية ثمن المسجد ويصلح للصلاة إن شاء الله رب العالمين. فإخوانكم رجوكم وجاءوا يطلبون منكم الخير فلا تحرموهم من فضلكم ومن عطائكم ومن كرمكم. أسأل الله أن يمن عليكم بالفضل وأن يجعل أيديكم دائما هي العليا ولا يجعلها هي السفلى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وفقنا اللهم لما تحب وترضى، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ أولادنا، اللهم استر بناتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم واجعلهم من الراشدين، اللهم واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ أولادنا من الشرك ومن الكفر ومن الإلحاد يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا وذرياتنا وذرياتهم في هذا البلد أجمعين، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعلهم لك صالحين، اجعلهم لك مخبتين، اجعلهم لك مسلمين لا ضالين ولا مضلين، ولأمرك سائرين وعن نهيك منتهين وعند حدودك واقفين ولك سامعين وطائعين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم في هذه الساعة فرج كرب المكروبين ونفث هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، فك أسر المأسورين، أحسن خلاص المظلومين، أحسن خلاص المسجونين، فك الحصار عن أهلنا في غزة المحاصرين، أجبر كسرنا في كل بلادنا أجمعين، اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.